السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة مرابطون، أهلا بكم. أمرت المحكمة العليا في نواكشوط خلال جلسة عقدتها بالإفراج عن رئيس مبادرة انبعاث للحركة الانعتاقية إيرا برام العبيد ونائبه إبراهيم البلال. وكان عدد من أنصار المبادرة قد احتجوا أمام مبنى المحكمة العليا ترقبا لصدور الحكم على رئيس المبادرة ونائبه، واصفين أسباب اعتقالهما والحكم عليهما بالسجن سنتين بالواهية. نظمت وزارة الاقتصاد والمالية ملتقا تشاوريا بنواكشوط حول استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك الخاصة بالفترة ما بين 2016-2030. ويرتقب أن تحل الاستراتيجية التي يجري التشاور بشأنها محل الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر الذي أعلن عن نهايته عام 2015. نددت الهيئة الوطنية للمحامين بتصريحات المقرر الأممي الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فليب أليستون في أعقاب زيارته الأخيرة لموريتانيا. وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط إن المقرر تجاهلها، معتبرة ذلك غير مبرر ويفسر سر اكتفائه بالاتصال بهيئات دون غيرها، واصفة تصريحاته بغير الموضوعية. انتقدت منظمة المجتمع المدني المنضوية تحت لواء منتدى الفاعلين غير الحكوميين تصريحات المقرر الأممي الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فليب أليستون. وقال المنتدى خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط إنه تفاجأ بتصريحات أليستون، واصفا إياها بغير الموضوعية وغير المنصفة، وتستشف منها نية مبيتة ضد موريتانيا ومكوناتها الاجتماعية. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 3 موجز إخباري جديد بحول الله، إلى اللقاء.